أهلا فيكم أصدقائي، معكم المهندس الزراعي عنود البركة. رح نحكي بهذا الفيديو كيف نستغل سطح البيت بشكل زراعي ونعمل استوديو للتصوير من خلال النباتات. خليكم معي. كثير منا مرات بنكون بحاجة لمكان نتصور فيه، سواء للتخرج أو للزواج أو لأي مناسبة، فمنروح على كافيه مثلا عنده زاوية معينة للتصوير، أو حتى في مكان أثري ممكن نروح عليه، لكن مرات هاي الأماكن بتكون بعيدة، فممكن نعمل السطح مكان للتصوير من خلال النباتات. كيف؟ هلأ كمهندس زراعية وكنطاق زراعي بدي أحكي عن النباتات، مثلا الجهنمية أو نبتة المجنونة بنحكي لها، بقدر أحطها على سياج السطح على الهجز. كثير منكم يمكن بفكر الزراعة صعبة وبدها دائما اهتمام، هي ماشي بدها اهتمام، لكن في نباتات قليلة العناية. هلأ راح أحكي لكم إياها. هلأ النقطة المهمة اللي بدي أحكي لكم إياها إنه إحنا بنقدر نزرع وين ما كان وبشو ما كان، حتى كوب القهوة بقدر أزرع فيه، حتى هو مش مثقب ما في ثقوب، بقدر إني بآلية معينة إني أخلي النبتة تعيش فيه. هلأ أنا بدي أهيئ الظروف المناسبة للزراعة من خلال، هلأ عندي الإضاءة موجودة اللي هي الشمس، لكن ممكن أخفف منها بإني أعمل معرشات وبستخدم القماش المنزلي لحتى أوفر على حالي. هلأ كمان بدي أستخدم القوير الفخارية، ممكن التنكة الزيت، ممكن الأكواب زي ما حكت لكم، كمان عنا دلو اللبن، الأشياء البلاستيك بقدر أني أزرع فيها من خلال تثقيبها من الأسفل. هلأ خلصنا من هاي النقطة، هلأ نيجي على النباتات اللي بدي أزرعها. بدي أختار النبات قليل العناية. شو يعني قليل العناية؟ يعني ما بحتاج ري كتير، ما بحتاج إضاءة مثلا مرة عالية ومرة متوسطة. بدي أختار النبات المعمر. شو يعني معمر؟ يعني بضل عندي سنين طويلة وبتحمل الظروف الجوية زي الحرارة العالية والبرد القارس. هلأ عندي نبتة الورد الجوري كمان ممتازة في الأماكن المشمسة، الخبيزة أو الجيرانيوم إذا استخدمتها بنظام الرو، يعني خط مستقيم، تكون تعطيني منظر جمالي كتير رائع. كمان عندي اللافندر والنباتات العطرية والفيكاس كمان كتير ممتازين في الأماكن المشمسة. هلأ هاي نقطة النبات المعمر. هلأ بدي نباتات ما بتحتاج ري كتير زي الصباريات والعصاريات. كمان بدي أزرع النباتات بمجموعات لحتى يدعموا بعض ويعطوني نمو خضري ممتاز. كمان بقدر أستخدم الري بالتنقيط، وبقدر كمان أستخدم الملش اللي هو نشارة الخشب لحتى أوفر الرطوبة وأقلل نسبة الري وأوفر المي كمان. هلأ هاي النباتات اللي حكينا عنها بنزرعها بطريقة معينة هندسية بحيث إنها تخدمني كاستوديو تصوير، حتى ممكن إني أجيبها بزوايا، أحط النباتات في زوايا وأرسم على الحيط رسمة تعطيني جمالية في الصور. كمان ممكن أعمل غير استوديو التصوير جلسة عائلية، ممكن كمان أعمل كمكتبة، أعملها جلسة مع مكتبة مثلا للقراءة أو نادي للقراءة. كمان بقدر إني أزرع نباتات أو خضروات لحتى تعطيني إنتاج وأبيعه، يعني مثلا زي الورقيات، الخس، الجرجير، الملوخية. الملوخية ممتازة كمان بالصيف وسهلة، يعني ما بدها إشي، بس بعمل أحواض للزراعة وبجيب خلطة التربة، خلطة عادي تربة حمراء أو بيتموس، وبخلطهم مع بعض وبزرع البذور مثلا الملوخية. ليش؟ لأنه هي بدها مثلا درجة حرارة من 25 ل 30 درجة مئوية، بدها عناية مثلا من ناحية الري، لكن هاي بسيطة. هلأ ليش النبات بيوفر علي مي على الأسطح؟ لأني بقدر أخذ المي الزايدة وأروي نبتة تانية. هاي الشغلة بتخدمني أكثر من إني أزرع في الأرض، خلص الأرض بتروح فيها المياه. ليش بشجع زراعة المحاصيل مثلا زي الملوخية؟ لأنه بتخلص تعطيني إنتاجية، وبقدر أزرع بعدها مثلا بقدونس. مثلا البقدونس طول العام بقدر أزرعه، مثلا بخلص البقدونس بزرع جرجير وهكذا. فمن ناحية بزنس، من ناحية كمان إني أكل أكل عضوي، وخصوصا هاي الفترة اللي إحنا بنمر فيها من الأكل الاصطناعي والأشياء الاصطناعي، إحنا بحاجة للأكل العضوي. وكمان ممكن أعمل من خلال النباتات بيئة صحية مثلا لليوغا. اليوغا احنا بنعرف انه هي بدها تأمل، بدها راحة نفسية لحتى اني اقدر اخذ الافادة منها، والنباتات بتعطيني هاي الافادة. وشكرا لكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. الى اللقاء.